بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه مع الآية المباركة إن أول بيت وضع للناس. خد بالك من كلمة وضع، يعني وضع بأمر مولانا جل وعلا. وضع هنا مبني للمجهول، والذي وضع البيت في مكانه هم الملائكة، وضعوه في مكانه قبل البشر وقبل أن يجعل الله في الأرض خليفة، والملائكة يطوفون بالبيت العتيق في السماء بالبيت المعمور، والبشر يطوفون بالبيت الحرام بالكعبة في الأرض. لذلك قال لك إن الطواف الأرضي اتصل بالطواف السماوي، فمن طاف بالكعبة ولو في الجو طائرة فطوافه صحيح، لأن فضاء الكعبة كعبة وهواء الكعبة كعبة. لو أنت طفت كده حتى بطيارة حول الكعبة المشرفة طواف صحيح، لأن النور الأرضي متصل بالنور السماوي. نحن نطوف بالبيت الحرام في الأرض بالكعبة، والملائكة يطوفون بالبيت المعمور في السماء السابعة. طيب، أول مسجد وضع في الأرض، سيدنا النبي سئل هذا السؤال فقال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. يبقى أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام، أول مسجد وضع في الأرض على شكل أو هيئة هيكل نوراني. حتى قلت قبل كده أن الحجر الأسود ما كانش أسود، ده كان أبيض، نزل من الجنة أبيضا، أبيض من الإيه، من الثلج، ووضع في مكانه وسودته ذنوب بني آدم، ثم تحول من السواد إلى الإسعاد باسم الحجر الأسعد لما حظي بوضع خير العباد له في مكانه. لما استلم سيدنا النبي ووضعه في مكانه باسم الحجر الأسعد، سعد الحجر باستلام الحبيب الشفيع له. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. للذي ببكة، ليه سميت بكة؟ قالوا لأن الناس يبكون عند الكعبة ويخضعون عند الكعبة. تيجي تشوف كده وانت في الطواف حاجة عجيبة، أول ما تقع عينيك على الكعبة تجد الدموع تنهمر على خديك. طب بتعيط ليه؟ بتبكي ليه؟ لأن ربنا هو الذي أذن بهذا. قال للذي ببكة، بكة من كثرة البكاء، لأن مكة اسمها مكة وبكة، بكة لأن الناس يخضعون لله عند الكعبة ويبكون عند رؤية الكعبة، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. المسجد الحرام ده الأول، أول مسجد وضع في الأرض، بعده المسجد الأقصى. سئل سيدنا النبي كم بينهما المدة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال 40 سنة. والمسجد الأقصى يسمى بالمسجد الأقصى لأنه في مكان قصي عن الكعبة، بعيد شوية عن الكعبة المشرفة، وهو قبلتنا الأولى. لما ربنا قال لسيدنا النبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، المسجد الأقصى الصلاة فيه ثوابها قد إيه؟ 500 صلاة. والمسجد الحرام 100,000 صلاة. طب ومسجد سيدنا النبي 1,000 صلاة. والنبي قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال في الصلاة إلا المساجد 3: مسجدي هذا اللي هو المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى اللي هو المسجد الأقصى في فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أمين. يبقى أول بيت وضع في الأرض المسجد الحرام، بعد المسجد الأقصى، بينهما مدة 40 سنة. بعد كده المسجد النبوي، لما سيدنا النبي ذهب إلى المدينة المنورة التي تنورت بجنابه الشريف. طيب، بكة
قلنا لأن الناس يبكون ويخضعون ويتذللون لله جل وعلا عند رؤية الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. يعني هدى للعالمين؟ الحلقة الجاية نكمل إن شاء الله بقية الآيات. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.